موقع بناصة الأثري يتواجد بمنطقة الغرب على الضفة اليسرى لنهر سبو. موقع أثري يعود تاريخه حسب المؤرخين إلى الفترة المورية الرومانية، تعود أقدم البقايا الأثرية إلى القرن السادس قبل الميلاد. الحفريات التي أجريت بهذا الموقع من سنة 1930 وإلى غاية 1956 مكنت من الكشف على البنايات العمومية كالساحة العمومية، ساحة الفوروم، المعبد الروماني، الحي السكني، مجموعة من البنايات والدور والمنازل ذات الباحات المعمدة التي كانت سابقا مزينة بقطع الفسيفساء. بناصة إحدى المستوطنات الرومانية التي أنشئت بالمغرب القديم ما بين سنة 33 و27 قبل الميلاد، كما مكنت الحفريات الحديثة من التعرف على مجموعة من أفران الفخار التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وكذا مجموعة من الأواني الفخارية، الحمامات، مجموعة من الحمامات منها الحمامات الغربية والحمامات ذات الرسومات الجذارية التي يمكن اعتبارها من بين أهم المعالم بالمغرب القديم. وتنتظم مدينة بناصة على شكل تصميم متقاطع يتوزع انطلاقا من ساحة عمومية يحيط بها رواق من الجهتين الشرقية والغربية، ومعبد يحتوي على 6 قاعات في الجهة الجنوبية. وفي شمال ساحة الفوروم توجد المحكمة، كما يحيط بالمدينة سور أسس في القرن الثاني للميلاد.